أحسن الله إليكم. نعود إلى جازان والأخ محمد المتصل. تفضل نجران. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. سؤالك محمد تفضل. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل ارفع صوتك شوي. تفضل. السؤال الأول يا طويل العمر، فيه شخص متزوج ايه بنت اخت حالي اكبر منها، رضيعته راضي من امه. اذا كان انه رضع من ام البنت التي تزوجها فهذا لا يجوز، لانها اخته من الرضاعه. لا، جل وعلا جعل في عداد المحرمات واخواتكم من الرضاعه. نعم.